أرمي مرحومة توفى ومعايا أولاد برضو بيشغلين بره ما هم الشد. أنا بشتغل كنت فلاح بس حاليا دلوقتي قاعد. اللي كان عندي عناية دي كان فيها مية ما كنتش بشوف. كنت أنزل السوق ما كانش أعرف ولا يعني السوق وأروح ما أعرفش ولا واحد. حد جابني في الطريق أسمع أعرفه بصوته بس. فجئت بقى الميكروفون بينادي فيها قافلة جاية بكرة هنا في الشباب والرياضة ده. رحت اللي عاوز نظارة عملوا له نظارة اللي علاج يديله علاج وأنا قالوا عندك مية. يعني قبل ما أخش للعملية أنا أربع مراحل ولا خمسة قبل ما أخش العملية. المرحلة الرابعة اللي قبل العملية أنا فكرت إن أنا عملت العملية يعني من الفحص والله عيات ربي زي ما بعدتك كده. عملت العملية الحمد لله وتابعت ثلاث أربع خمس مرات والحمد لله. فرق شاسع على قبل العملية ما كنتش موجود والله والله أقسم بالله. أنا لما كنت بشوف ثلاثة متر والله والله لم دفعت جيني واحد لا أنا ولا غيري. من وقت بقيت عايش وشايف حضرتك والحمد لله. الله هي مبادرة حياة كريمة مؤسسة صناع الخير كتر ألف خيرهم يشكروا اللي يعملوه معايا ومع أمثالي يشكروا كتر ألف خيرهم.